هذا البازار مثل ما تشاهدون حضراتكم يضم فعاليات متنوعة، عرض لكتب، عرض نشاطات طلاب أعمال يدوية، أيضا صناعات مواد غذائية. بالحقيقة الوارد اللي يرجع أو اللي يستحصل من هذا البازار يصرف على الطلبة المتعففين والطلبة الفقراء. الهدف من هذا البازار دائما هو تشجيع الطلبة وزرع روح التعاون ما بين الطلبة وتوفير الإمكانيات المادية للطلبة المتعففين. يعتبر هذا البازار من ضمن النشاطات الفنية اللي تقوم بها كلية العلوم في جامعة المثنى. جامعة المثنى منظمتنا منظمة المساحة الخضراء بالتعاون مع جامعة المثنى أقيمت اليوم أو قامت اليوم هذا البازار وهذا الإيفنت. بصراحة هو مبادرة أثر الفراشة تركز على نقطتين أساسية. النقطة الأولى اللي هي أتاحت الفرصة للشباب بصراحة للنساء المبدعات اللي عندهم تميز في المشاريع الرائدة، أسميناهن رائدات الأعمال الطموحات، وبصورة ثانية كذلك توفير فرصة للمبادرات الجديدة. فاليوم أطلقنا مبادرة اسمها المعرفة تجمعنا لاستعارة الكتب، والمبادرات مستمرنا. هدفنا الأساسي أنه إحنا نشيع ثقافة أن نكون صديقين للبيئة، وأن نكون تفاصيل ومجريات حياتنا بأقل استخدام للبلاستيك وأقل استخدام للأشياء المضرة للبيئة. اليوم شاركت بالبازار اللي نظمته المساحة الخضراء وأني جزء منهم، حبيت أشارك به حتى نوصله أنا وبقية البيجات، حتى نوصله للطلاب أقرب ونصير قريبين لهم ويشوفون منتجاتنا عن قريب. ورد طبيعي، ورد صناعي حسب الطلب، مسكات مال تخرج مال عروسات، يعني أي ديزاين حابين إحنا نوفره، متوفر بالطبيعي وبالصناعي. وهسه موسم تخرج يعني، فيعني هسه كلش يعني عليه لود، وهاي يعني هاي المشاركات.